ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية، وبعض الناس طبعا بتعتقد ان مفهوم الحياة الصحية بيتلخص بس في فكرة انه يمارس الرياضة والاكل الصحي وشرب كميات كافية من الماء. الكلام ده صح جدا، مفيش اي خلاف عليه، لكن في جانب مهم جدا في يعني ناس كتير مش بتديله اهتمام، وبتفتكر ان ده شيء ترفيهي وليس شيء اساسي، ووجوده من عدمه مش هيفرق كتير، وهو تناول المكملات الغذائيه. والحقيقه ان هي خطوه مهمه جدا، ما تقلش اهميه ابدا عن باقي النقط اللي اتكلمنا عنها دلوقتي. فاسمحوا لنا النهارده في فقرتنا ان احنا نتكلم اكتر عن اهميه تناول المكملات الغذائيه على الصحه العامه مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. منوراني يا دندونه يا روح قلبي. حبيبه قلبي يا عظيمه، كتير والله، وانت وحشاني جدا. انا بحبك كل سنه قوي وانت أصلاً. طيب يا روح قلبي، احبك الذي احببتيني فيه انا حبيبتي. حبيبتي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يجعله عيد سعيد عليكي وعلى اسرتك جميعا وعلى كل الناس اللي بيحبوكي وبتحبيهم. امين يا رب ان شاء الله. النهارده موضوع مهم، احنا اتكلمنا عنه قبل كده، لكن بنحاول نذكر اصدقائنا اللي لسه بينضموا لينا ان في ناس لسه بتسالني على الفيتامين الحقيقه على صفحتي، وسالوني في الصيدليه ايه يعني بيبقى موجود. انا طبعا بجاوب، ولكن قلت لهم تابعونا لانه دكتور دينا معانا، هنتكلم تاني علشان خاطر حضراتكم على اهميه المكملات الغذائيه، وان هي مش شيء ترفيهي، وان هي ما بقتش شيء يعني كده ممكن ناخده او ممكن ما ناخدهوش، هي اصبحت اساس لينا. طبعا عايزينك تقولي لنا يعني اهميتها في حياتنا ايه، ولو نقصت يحصل ايه. الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائيه فعلا مش شيء ترفيهي اطلاقا. لو انا عايزه ابقى بصحه كويسه، عايزه يبقى عندي طاقه حلوه، عايزه يبقى عندي نشاط كويس، عايزه يبقى عندي صحه نفسيه معتدله، عايزه يبقى عندي تمثيل غذائي وميتابوليزم وسرعه حرق عاليه، عايزه يبقى عندي مناعه ضد اي فيروسز او بكتيريال انفكشن وحتى خلايا سرطانيه، لازم نتناول الفيتامينات والمعادن. ناس بتقول لك خلاص احنا بناكل اكل فيه فيتامينات ومعادن، لكن هل احنا الاكل كفايه؟ هل انا كل يوم عارفه اعمل البالانس ده؟ بالانس صعب جدا طبعا، ومش فيتامين واحد بس اللي مهم. يعني حد يسالني قبل كده على السوشيال ميديا بتاعتي، دكتوره دينا هو قولي لي ايه الفيتامين المهم؟ هي ما بتتحسبش كده. ايوه يعني اقول لكم، يعني اقول ايه؟ طب أقول انت إيه عندك ولا إيه؟ اقول ايه ولا كتير ايه مهمه؟ مش بس الفيتامينات، المعادن كمان مهمه طبعا. الزنك مهم جدا، فيتامين ب، فيتامين ب او فيتامين بي كومبلكس مهم، فيتامين سي مهم جدا، فيتامين اي مهم جدا، فيتامين دي النحاس مهم جدا، النحاس نفسه مهم. فما اقدرش والكالسيوم فيقول لي طب ناخد فيتامين معين؟ لازم ناخد مالتي فيتامين. مظبوط، على طول بقول الاكل الصحي مهم جدا، لكن اعتقد مش كفايه طبعا، لان يوميا الجسم لا ينتج الفيتامينات والمعادن، وفي نسب معينه الجسم لازم ياخدها يوميا. حتى الرياضيين قالوا نفس الكلام. طبعا طبعا، ابطال العالم قالوا نفس الكلام. طبعا، فبرشح جدا وبقوه، لان انا بستخدمه واتبسطت منه جدا، وناس كتير حواليا استخدموه اتبسطوا منه جدا. اولا الب مالتي فيت، طبعا اسمه الب مالتي فيت، انا واخده ترخيص او الشركه معاها الترخيص بتاع الب مالتي فيت من هيئه سلامه الغذاء. سعره رائع، ما فيهوش فيتامين بالظبط، ما فيهوش فيتامين واحد، انا عندي 13 فيتامين وعنصر. فالب مالتي فيت من كل الجوانب رائع كويس، من الناحيه الماديه، من الكواليتي، من الكفاءه بتاعته، من الفيتامينات اللي فيه، والدوز بتاعته سهله جدا، طريقه استخدامه والجرعه المناسبه اللي هي جرعه واحده او قرص واحد في اليوم، بيغنيني عن مالتي فيتامينز كتير، وببقى عارفه ان انا بقلب مالتي فيت هعلي مناعتي، هعلي طاقتي، هعلي تمثيل الغذائي. الستات والبنات اللي بيتفرجوا علينا رائع لصحه البشره وصحه الشعر وصحه الضوافر. هو ده قلب مالتي فيت اللي برشحه بقوه، ومنتج رائع وفيه بنفيتس كتيره قوي مقابل السعر. عايزك تكلمينا عنها بقى،
المقومات الكويسة اللي فيه ومجموعة الفيتامينز اللي بيتميز بيها عن غيره، حتى النسب اللي يعني بتبقى مختلفة عن أي طبعًا مكمل غذائي آخر. طبعا وهو لأن هو ملوش بديل، أنا عارفة أن هو ملوش بديل، ملوش بديل، ما عشان كده احنا حاطين صورته على الشاشة عشان أنا ما عنديش بديل لألب مالتي فيت في الصيدليات. تمام. لا بالأرخص ولا بالأغلى. فهمت. فطبعا بستأذن الناس الحلوة اللي بتتفرج علينا أن احنا نصور شكل العلبة. مظبوط. على الشاشة دلوقتي دي ال 13 فيتامين ومعدن الموجودين في ألب مالتي فيت. عندي الزنك، عندي فيتامين ه، عندي فيتامين سي، عندي فيتامين بي كومبلكس، وده اللي بيميز ألب مالتي فيت. انه في مجموعه الكامله. في طبعا مالتي فيتامينز ثانيه موجوده في الماركت او في الصيدليات مهمة جدا لان بتحتوي على فيتامين ب بس مش الكاملة، انا الجسم محتاج فيتامين ب الكاملة. صحيح. وده اللي بيميز ألب مالتي فيت، لو نقص واحد بس بضطر اخده خارجي برضه، بضطر اخده خارجي. واللي بيميز ألب مالتي فيت انه اعلى تركيز في الزنك، الزنك 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 مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم. أيوة. الزنك مهم لكل الخلايا اللي بتتجدد في الجسم. الزنك مهم للمناعة، الزنك مهم للذكورة، للبشرة، للشعر. واللي بيميز ألب مالتي فيت ان جمع الزنك مع النحاس. ده مهم جدا. وانا عندي ألب مالتي فيت اللي بيميزه انه داعم قوي جدا للمناعه، لان المناعه يعني فيتامين سي و500 ملي جرام عندي داخل ألب مالتي فيت. نسبته حلوه جدا، نسبته رائعه. وعندي داخل ألب مالتي فيت الكالسيوم المهم لتكوين خلايا العظم، الكالسيوم مهم اننا ناخده برضو يوميا. يوميا بس نسبته بقى مهم، نسبته مهمه بقى قوي. الكالسيوم عشان الكالسيوم ما ينفعش يعلى في الدم. صحيح. لكن ألب مالتي فيت عمل معادله حلوه قوي ان الكالسيوم جواه 70 ملي جرام. انا البني ادم البالغ محتاج 1000 ملي جرام. الحامل محتاجه 1200. ألب مالتي فيت انا باخده لايف تايم ديلي روتين، ما خافش ابدا من ان الكالسيوم ممكن يعلى عندي في الدم. الكالسيوم مهم جدا لصحه عظمي، لصحه سناني، مهم لانقباض عضلة القلب. مهم جدا. عندي كمان داخل ألب مالتي فيت عندي زي ما قلت الكابر، الكابر النحاس ده أنتي إيجينج، مضاد للشيخوخة من الدرجة الأولى. فمهم جدا أن أنا أستخدمه. عندي أقوى مضاد أكسدة داخل ألب مالتي فيت فيتامين ه، فيتامين إي الأقوى كمضاد أكسدة. فيتامين إي بيعمل على عدم أكسدة الدهون الضارة وتتحولي إلى كوليسترول وتعملي مشاكل في الأوعية الدموية. فيتامين سي مهم جدا اللي داخل ألب مالتي فيت، فيتامين سي مضاد أكسدة قوي، وفيتامين سي مناعة قوية، وفيتامين سي كمان بيعزز لي على امتصاص الحديد. مهم قوي ان انا اهتم بنسبه الحديد في جسمي. الحديد بناخده من المصادر الحيوانيه وبيبقى موجود في المصادر النباتيه، بس المصادر الحيوانيه اقوى زي الكبده وكده. طيب حد يقول لي طب انا باكل كبده وباكل حاجات فيها حديد، عايزه ميه يعني. اوكي. باخد كبده وباكل اكل فيه حديد، بس اجي اعمل السي بي سي بتاعي الاقي عندي نسبه الحديد قليله. عشان كده فيتامين سي بيعزز لي امتصاص الحديد. وبناخد بالنا لما بيجي الدكتور بيشوف المريض عنده انيميا بيكتب له على حديد معاه فيتامين سي لازم. ألب مالتي فيت عشان يمتص كويس. كمان فيتامين سي بيعزز لي على انتاج الكولاجين، ودي حاجه مهمه قوي. الكولاجين من اهم بروتينات جسم الانسان. والكولاجين سلامتك يا عظيمه. الله يسلمك، ماشي انتشار غريب قوي. اللهم اذكر من يذكرني بالخير يا رب. يا رب امين. الكولاجين، نرجع للكولاجين. الكولاجين بعد سن 25 سنه بينقص. نسبته بتقل. طيب ده تدريجي معانا كلنا. عايزين نعيد على نساعد على انتاجه تاني، لازم وجود فيتامين سي. هو ده ألب مالتي فيت اللي انا بقول انه مهم جدا لكل الاعمار ابتداء من 13 سنه. من عند سن البلوغ كمان. سن البلوغ ده مهم جدا، مهم جدا للسيدات. السيدات بتمر على مراحل عمرية محتاجة فيتامينات. صحيح. الحامل محتاجة فيتامينات، اللاكتيتنج مادر محتاجة فيتامينات. المرضعة بعد وصول المينوبوز محتاجين فيتامينز، وقت الدورة الشهرية محتاجين فيتامينز. طبعا ألب مالتي فيت هنصور العلبة عشان أنا ما عنديش بديل لألب مالتي فيت. طريقة الحصول احنا متواجدين في سلسلة صيدليات كبيرة جدا، موجودة سلسلة الصيدليات دي موجودة في كل محافظات مصر.
فنقدر نطلب منه ألب مالتي فيت بلس ان احنا موجودين اونلاين، ده رقم شركه باي ناتشرال المنتجه الألب مالتي فيت. أيوة. بنوصل لحد باب البيت ايا كانت محافظه في مصر. وكمان عندنا صفحه على السوشيال ميديا اسمها بايو ناتشرال للاستفسار عن اي سؤال يخص ألب مالتي فيت. هنصور العلبه يا جماعه، ما عنديش بديل. وكمان في حاجه حلوه قوي كمان اتعملت، ان هننزل حالا دلوقتي كود الصيادله، لان احيانا بيبقى في بعض العملاء بيروحوا الصيدليه القريبه من بيتهم ما يلاقوش ألب مالتي فيت. فكود الصيادله احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله، فيقدر الدكتور الصيدلي او الدكتوره الصيدلانيه اللي عايزه توفر ألب مالتي فيت في الصيدليه بتاعتهم بيكلموا الشركه المتحده للصيادله، ودي من اكبر شركات التوزيع في الشرق الاوسط طبعا وفي مصر، نقدر يقدروا يوصلوا له بكل سهوله. طيب قولي لنا بقى، احنا قلنا خلاص ابتداء من 13 سنه او من سن البلوغ بياخدوا الجرعه قرص واحد، طيب مين ممنوع عليه ياخده؟ ما فيش حد ممنوع من ألب مالتي فيت، ليس دواء. ألب مالتي فيت هو داعم للصحه، داعم للمناعه، داعم للطاقه، للتمثيل الغذائي. ألب مالتي فيت ما فيش اي موانع ان احنا نستخدمه. اصحاب الامراض المزمنه برشح لهم وبقوه ألب مالتي فيت. مريض السكر، مريضه السكر لازم يمشوا على فيتامين بي، عشان فيتامين بي مقوي للاعصاب، قوي جدا للاعصاب، لصحه الاعصاب، حتى اعصاب العين. مريض الكوليسترول او مريضه الكوليسترول بدعم جدا ألب مالتي فيت، لانه بيحتوي على فيتامين اي المضاد للاكسده. مريض القلب، كل الناس دي تقدر تستخدمه. الكونسرن بتاعي البسيط، الناس اللي عندها لا قدر الله فشل كلوي، اي حاجه بياخدوها عن طريق الفم طبيب لازم لازم باستشاره طبيب. بس ألب مالتي فيت نسبه ما تقلقنيش. يعني يقول لي ايه، طب لو انا مش هيضرهم في حاجه اطلاقا، لكن هو هيبقوا محتاجين دعم، يعني الكالسيوم اصلا بيبقى عالي جدا لانه بيحتاجوا كميات كالسيوم. لو هتكلم على مريض هشاشه العظم، هل ألب مالتي فيت يكفي؟ لازم الجا لدكتور، لانه وقتها بيحتاج كالسيوم نسب عاليه قوي لفتره معينه بس مظبوط. لو كتر برضه بيبقى مش طبعًا كويس وبيترسب. طبعا حبيبتي يا دندونه، انا مبسوطه بيكي جدا. طبعا هنحكي على اسئله المشاهدين، لان انا معايا برضو. طيب احنا قلنا ملوش بدائل، ودي الصوره الوحيده اللي موجوده ليه، فمحدش يقول في الصيدليه لحضراتكم انه له بديل. وفي حاجه يا عظيمه، مالتي فيت مش اي، يعني مش اي اسم جنبه مالتي فيت يبقى هو ده لان مالتي فيت ده يعني مالتي فيتامين. ايوه مظبوط. فبتلاقي شركات تانية كتير بتاخد عامله نهايه الاسم اللي هو المالتي فيت اللي هو الاسم، يعني كذا مالتي فيت، كذا مالتي فيت، كذا مالتي فيت. مظبوط. فمش اي حاجه اسمها مالتي فيت يبقى هو ألب مالتي فيت. انا عندي المنتج بتاعي اسمه ألب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، العبوه 30 تابلت 30 قرص. ايوه تكفي الشهر. بتكفي الشهر. بتتاخد بعد الفطار بساعة على كوباية مية كبيرة. ما أنا ما حبوش يتاخد بالليل، حد يقولي طب أخده بالليل، فيتامين بي داعم جدا للطاقة، فبيتاخد يا إما بعد الغداء يا إما بعد الفطار بساعة، مش في وسط الأكل. بالنسبة للرياضيين بياخدوه بعد الأكل بساعة، وقبل التمرين. قبل التمرين بساعة. قلتي عشان يديهم طاقة كويسة، هيديهم طاقة حلوة قوي. وهو رائع للرياضيين لأنه بيحتوي على فيتامين بي الداعم جدا للأعصاب، الرياضيين عايزين طول الوقت قوة في أعصابهم. يحتوي على فيتامين سي داعم جدا للمناعة بتاعتهم. يحتوي على الزنك، الزنك مهم ليهم جدا، حتى الزنك بيعمل ريلاكسيشن للعضلة بعد التمارين. محتاجين كالسيوم عشان يقووا عظمهم. فبدعم جدا ألب مالتي فيت مع أي رياضي أو رياضية بيحتاجوا النشاط والمناعة والطاقة. حلو جدا. طيب خلينا ناخد بعض أسئلة المشاهدين اللي أكيد قاعدين مستنيينا دلوقتي. عندي شادية عادل بتقول، هل في تحاليل دورية بتحتاج الشخص يعملها من وقت للتاني عشان يعرف إيه الفيتامينات اللي في جسمه محتاجها أو ناقصاه يعني؟ بيبقى فيه طبعا تحاليل فيتامينات، لكن ألب مالتي فيت هل محتاجين نعمل تحليل قبليه؟ لا. ناس كتيرة جدا بتاخد المالتي فيتامينز الووتر سوليبل اللي هي اللي بتدوب في المية من غير تحاليل. فيتامين ده مهم جدا لانه بعمل له تحليل، لانه لو ناقص بيعمل لي مشاكل كبيرة جدا. صح. وبقول على طول ما ينفعش اخد كالسيوم لو عندي فيتامين ده ناقص، مش هيحصل امتصاص للكالسيوم في العظم اصلا.
لكن ألب مالتي فيت انا مش محتاجه ان انا اعمل تحليل ليه، لان الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء، يعني الاكسيد منه بينزل عن طريق البول، ما بيسيبش اي تخزين في الخلايا عندي. هايل. طيب ناخد بقى، طب بيسالوا في سوهاج ريان علي، هل ممكن يلاقي ألب مالتي فيت؟ طبعا هتلاقي ان شاء الله. احنا موجودين في سوهاج والاقصر واسوان وكل خط الصعيد، وموجودين لحد الساحل الشمالي، احنا موجودين في سلسله صيدلات كبيره جدا معروفه على مستوى الجمهوريه، فنقدر نطلبه عن طريق الصيدليه او عن طريق الاونلاين. يمكن اللي في سوهاج، الاستاذ اللي في سوهاج يقدر يكلم استاذ ريان علي، استاذ ريان علي يقدر يتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر. بنوصل لحد باب البيت، وكمان لو عنده صيدليه جنبه ومش موفره ألب مالتي فيت، احنا نزلنا على الشاشه كود الصيادله واحنا موجودين. بالنسبه للساده الصيادله موجودين في الشركه المتحده للصيادله، ونزلنا الكود بتاعها الحمد لله. طبعا. طيب عندنا ابراهيم الطيب بيقول، كنت عايز اعرف ايه التشنجات العضليه اللي ليها علاقه، هل التشنجات العضليه ليها علاقه بنقص الفيتامين بي او نقص الفيتامينات عموما؟ احيانا بيبقى ليها علاقه بنقص الفيتامينز ونقص المعادن، المغنيسيوم بيبقى وقتها مهم جدا جدا لو عندي تشنجات في العضلات. طيب سندس سيد بتقول، بيجي لي امساك كتير جدا، فبدات اهتم بشرب الميه واكل خضار، هل اخد فيتامينات برضو يعني ممكن تفيدني في مشكله الامساك؟ احيانا برضو بيبقى نقص المغنيسيوم بيعمل مشكله كبيره في قصه الموتيليتي او حركه الامعاء، فنقدر ناخد المغنيسيوم، وكمان نقدر ناخد ألب مالتي فيت. طبعا انا على الشاشه دلوقتي شايفه الزنك، فيتامين ه، فيتامين سي، بي 3، بي 6، بي 5، والنحاس والكالسيوم، وفيتامين بي 1، والبيوتين، وفيتامين بي 2، طبعا فيتامين بي 12 مهم جدا، الكوبالامين من اهم فيتامينات ب، لان الكوبالامين ده اللي بيدعم لي كرات الدم الحمراء. ألب مالتي فيت داخله 13 فيتامين وعنصر زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه، كل الفيتامينات اللي فيه ووتر سوليبل. الجرعه المناسبه هي قرص واحد بس في اليوم، يا اما بعد الفطار يا اما بعد الغداء. وعلى الشاشه دلوقتي المميزات بتاعه ألب مالتي فيت، زي ما انا قلت اعلى تركيز في الزنك، الزنك في داخل ألب مالتي فيت 23.9، ده اعلى تركيز في الزنك، ويجمع بين البيوتين والنياسين والنحاس، يعني داعم قوي جدا للجلد والشعر والضوافر. بيحتوي على الزنك والنحاس، انا على طول حد يقول لي ايه، طب انا باخد زنك لوحده فتره طويله، على طول بقول ما ينفعش اخد زنك فتره طويله من غير معادل النحاس معايا. قلت لنا دي معلومه مهمه قوي، لان في فيتامينات ومعادن بتشغل بعض. صحيح. الزنك والنحاس بيشغلوا بعض مع بعض، يقوي كل منهما تاثير اخر لدعم المناعه، الطاقه، الذكوره، الشعر، البشره. احيانا يقولوا لي بنات في العشرينات بيطلع لهم شعر ابيض، شيب مبكر، وقتها بقول النحاس ليه دور في الشيب المبكر. فألب مالتي فيت بيدعم جدا القصه دي وبيأخر نمو الشيب المبكر لانه داخله نحاس. طيب قول لنا بقى تاني الارقام وكل محافظات وصيدليه من الصيدليات، يعني قول لنا بقى عشان اصدقائنا اللي قاعدين لسه اول مره يعرفوا، بيسمعونا لاول مره النهارده. اوكي، ألب مالتي فيت احنا موجودين في سلسله صيدليات معروفه جدا موجوده في كل محافظات مصر. ايوه، دي طريقه الحصول على ألب مالتي فيت سواء من الصيدليات. اكيد بطمن كل الناس انه واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء. تاني حاجه عندي ارقام ظاهره على الشاشه، بنوصل لحد باب البيت ايا كانت محافظه بعيده في مصر. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال، نقدر نستفسر عنها. أيوة. وعلى الشاشة ده نزلت اهي معانا، على الشاشة ده كود الصيادلة، ده خاص للسادة الصيادلة فقط، الدكاترة الصيادلة يقدروا يوفروا ألب مالتي فيت عن طريق الشركة المتحدة للصيادلة، وكود والكود بتاع الشركة المتحدة بتاع ألب مالتي فيت موجود على الشاشة 83205، عشان أي صيدلي أو أي صيدلانية عايزة توفر ألب مالتي فيت داخل الستور بتاعها. طيب انا جربته وانتي جربتيه، احنا بقى عايزين نقول الفتره اللي ممكن يحسوا بيها فعلا بتحسن بعد ما ياخدوا الاي ال بي مالتي فيت او الالب مالتي فيت.
هتكلم عن لو هتكلم عن النشاط من تاني يوم بحس بنشاط كويس قوي الحمد لله. لكن لو هتكلم على الشعر يعني كذا حد بيسالني على قصه الشعر والضوافر ده بياخد الشعر والضوافر اكيد هشوف تحسن اول شهر. اهم حاجه الاستمراريه يعني ما ينفعش ان انا استخدم الب مالتي فيت ولاقي نشاط واقعد اسبوع ماخدوش هرجع تاني كسلانه صحيح. لان الجسم مش هينتج هذه الفيتامينات صحيح. فلازم امشي على الكورس صح. الكورس هو قرص واحد بس في اليوم. فبالنسبه للنشاط والمناعه والطاقه بشوفها من تاني يوم ثالث يوم استخدام. بالنسبه للشعر بشوف تحسن في خلال شهر بجد. واهم حاجه الاستمراريه. طبعا والرموش الشعر طبعا الشعر والرموش محتاجين ايه؟ سودة الحاجات دي محتاجين بيوتين محتاجين زنك محتاجين نحاس محتاجين الكوبالامين وطبعا مع الحديد لازم اطمن على ان نسبه الحديد موجوده عندي في السي بي سي كويسه كويس. عشان ما ينفعش شعري بيقع واخد فيتامينات والاقي اصلا الحديد واقع صحيح تدعم فاصل هي بتبقى سلسله كلها متصله ببعض. والله يا دندونه انا بشكرك لانك اولا كلامك بسيط وجميل واسئله المشاهدين بقت بتجيلك خلاص دلوقتي يعني كلهم بيبعتوا. انا والله سعيده جدا بكده وسعيده ان انت بتردي عليهم بطريقه بسيطه وسعيده ان احنا بنوصل ده بشكل لطيف كمان. مبسوط لانه بجد اسمحي لي اشكر شركه بايوناتشر لانه المنتج اولا اللي بيجيب الاستمراريه انه يبقى سعر كويس وانه يبقى ملم بكل انواع الفيتامينز اللي احنا فعلا بجد محتاجينها او اغلبها زي ما بيقول اغلب. فانا بوجه لهم طبعا الشكر ان انا جربته فاتمنى ان حضراتكم كمان تجربوه. اسمحوا لي طبعا يعني الوقت بيخلص بسرعه لكن اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشر. نورتيني يا دندونه. تسلمي تسلمي عظيمه يا حبيبتي وجودك معانا النهارده بجد رغم اني كنت تعبانه لكن جيتي علشان بجد اسئله اصدقائنا وان انت تبقي يعني قلت لك الحلقه بالنسبه لي مهمه لان في ناس كتير قوي قاعده النهارده بالذات بتشوف لاول مره تعرف عن الب مالتي فيت. بشكرك شكرا جزيلا وبشكر مرسي. حضراتكم جدا شكرا جزيلا لحسن المتابعه. بشكر كل ضيوفي الحقيقه وبشكر قناه الاهلي واتمنى يا رب اكون دايما واجهه مشرفه لحضراتكم وللقناه اللي انا موجوده فيها. ومن هنا لحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.